مشروع تشغيل والإعاقة من أجل تحسيس المؤسسات حول الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. تعرفوشي للإعاقة في تونس تمثل حاجز للحصول على خدمة؟ إي نعم، فما برش عبيد تتصور اللي الشخص ذو الإعاقة يعطل الخدمة، أما اللي جرب وخدم معاه يعرف اللي كيف وكيما أي حد عنده المؤهلات اللازمة والحق في العمل. باهي، شنو واجباتي القانونية كمؤسسة؟ تونس نصت على النهوض بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تشريعاتها في دستور الجمهورية التونسية اللي يعتمد على مبدأ الحق في الشغل والمساواة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، وزيد في الاتفاقية الدولية الأشخاص ذوي الإعاقة اللي وقعت عليها، وكيف كيف في القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم اللي نص اللي المؤسسة اللي تشغل ما بين 50 و99 عامل لازم تخدم على الأقل شخص واحد ذو إعاقة، والمؤسسة اللي تشغل أكثر من 100 شخص لازم تخدم على كل 100 عامل زوز أشخاص من ذوي الإعاقة، وتنجم المؤسسة زادة تشغل أشخاص ذو إعاقة كي تخدم معهم عن بعد وإلا عن طريق المقاولة الثانوية وإلا زادة كي تشري من عندهم منتوجهم الخاص. وشنو فائدتي كمؤسسة كي نشغل شخص ذو إعاقة؟ أولاً تأكد على مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعاون على تطوير العقليات وتحمي ضد التمييز، وهكا تتميز على المؤسسات الأخرى بقيم ومبادئ راقية وتعطي صورة لامعة لمؤسستك. من ناحية ثانية يتحسن مستوى التنظيم وأساليب العمل، والأشخاص ذو الإعاقة ديما يكونوا متحمسين وحارسين باش يتفوقوا، من غير ما ننساو اللي مؤسستك تتمتع بالإعفاء من مساهمة الأعراف في نظام القانون للضمان الاجتماعي وفي صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية والمعلوم على التكوين المهني. وشنو مراحل إدماج شخص ذو إعاقة في مؤسستي؟ فما 3 مراحل مهمة: كيفية تحرير عرض التشغيل، كيفية الإعداد لاختبار المرشح ذو الإعاقة، تعيين مرافق داخل المؤسسة، وتهيئة ظروف العمل. كي تجي تكتب عرض التشغيل تزيد فيه إشارة تشجع الأشخاص ذوي الإعاقة باش يقدموا ترشحهم، وتنجم تاخذ فكرة على مطالب عمل الأشخاص هذوما اللي تتماشى مع عروضك من مكاتب التشغيل. نهار الاختبارات نجم تستعين مختصين باش تقوم بترتيبات تيسيرية كما الاختبارات الشفوية وإلا حضور أخصائي في لغة الإشارات. وقت اللي باش يبدأ الخدمة مصالح التشغيل تنسق مع مرافقين من بين الموظفين اللي باش يسهلوا إدماجه في المؤسسة، وهكا يضمن الشخص ذو الإعاقة لنفسه خطة وظيفية على المدى الطويل. مشروع التشغيل والإعاقة ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس بالشراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة بتونس والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والفيدرالية التونسية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.